علم الأرقام والأسماء وأيضا الطاقة، الكثير طبعا من المواضيع في هذا العلم يلي هو فعلا أصبح علم قائم بحد ذاته وله الكثير طبعا من التفاصيل. لنتحدث أكثر عن هذا العلم وميزاته بسعدنا نرحب معنا بالاستوديو سوسن إدويري خبيرة الطاقة والأسماء والأرقام. أيضا يسعد أوقاتك. أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. يعني بدايه اكيد لو تعطينا فكره شوي هيك عن مفهوم علم الاسماء والطاقات بالاسماء. بدايه شكرا لكم لاستضافتكم لإلي. اهلا وسهلا. رح افتتح القول بقول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. يعني نحن بشكل عام لما انا بدي احكي تحليل اسماء او تحليل طاقات او تحليل ابراج، انا بكون عم حلل. يعني في لغط دائما مع الاحترام للجميع بيقولوا انه هي غيبيات. لا، ما انا غيبيات، هو العلم مثله مثل اي علوم، يعني مثل الطب مثل الفلسفه، مثل قد يصيب وقد يخطئ، هو تحليل بالنهايه. فنحن بناخذ وين في طاقه الانسان. الاسماء بشكل عام هي عباره عن طاقات سلبيه وطاقات ايجابيه، ويقسم الاسم الى عشريات، قد تكون من 10 إلى 20 إلى 30 سنة حسب متوسط عمر الإنسان. يعني مثلا على سبيل المثال، أول 20 سنة مثلا بده ياخذ طاقة الحرف الأول، ثاني مثلا 20 سنة ما بنعرف العمر هو من الله، صح ولا لا؟ صح. ما بنعرف نحن قديش عمر الإنسان، فهون بيلعب دور. حتى الحرف بالاسم له برج، برج يعني مثلا الكوكب بسؤول عنه، وبرج انه بياخذ طباعه منه. شو بيكون مثلا برجه على سبيل المثال الثور، شو طبيعة الثور؟ شو بيكون هو؟ هيك هي بشكل عام يعني. تمام. يعني هي رموز ودلالات معينة وفق أرقام لكل طبعا اسم وكل حرف مثل ما ذكرتي، وكل حرف له ميزة برج ورقم. فخلينا نحكي عن هيدا الموضوع، قديش فعلا بيأثر أرقام و يعني دلالات كل اسم على الشخصية. يعني هل في أسماء فعلا متعبة؟ هل أسماء فعلا تحقق السعادة؟ يعني إلى أي حد هذا الكلام ممكن يأثر؟ مليون في المية تماما. هلا مثلا نحن عندنا الطبائع هي ناري ترابي مائي هوائي، حتى في احرف يمكن الاصعب شيء هي الناري بصراحه، يعني لانه هي موجوده بالقران الكريم، وانا من هدايه اسلامي مع الاحترام للجميع، بس بقرا قران. يعني هو القرين عباره عن نار، القرين الانسان، القرين كل انسان عنده قرين بحياته، فهو عباره عن طبائع ناري. ليش بنقول نحن عنا صعبه وممنوع انها تتكرر؟ مثلا مثل اسم سهى واسم مها، هذول كلياتهم احرفهم ناري. يعني مهما لعبت على انه تصحيح الاسم او كذا، هون اذا كان كمان اذا كان برجة ناري او برجة على اسم امها كمان هون بيتعبها كثير. وهون نحن ممكن اني زبط لها اسمها. بدنا نحكي الاحرف الناريه شو هي؟ الاحرف الناريه مثلا مثل الالف الهاء الطاء الميم النون الشين الذاء. الاحرف مثلا الترابي الباء، عفوا انا كاتبته مشان ما اخربط، الواو الياء النون الصاد التاء الضاء. الأحرف الهوائية الجيم الزين الكاف السين القاف الثاء الظاء. الأحرف المائية الدال الحاء اللام العين الراء الخاء الغين. بس هون أنا بنوه على شغلة، الأحرف الترابي إذا اجتمعت مع الأحرف الناري بتجنن، لأنه التراب هلا إذا زرعتي فيه نبتة بدها مي حتى تطلع، صح ولا لا؟ لأنه هو بيعطي الحياة. إذا كان ترابي لحاله كمان بتعبه للشخص، بس إذا كان ناري هوائي ممتاز، لأن النار والهواء بيتفقوا مع بعض. إذا كان ترابي ومائي ممتاز، هون الطبائع ممتازه. يعني الانسان من كل الاسماء نحن 50% الانسان الاسم له حق علينا، و50% بتجي الابراج والطوالع وهي الامور. يعني اليوم في خبراء ابراج، خبراء ارقام، خبراء اسماء، قد ايه هن في علاقه بيناتهم ام هن ما في علاقه اليوم؟ قد ايه مترابطين مع بعضهم؟ هل الارقام هي بحاجه فعلا لابراج واللي لا؟ يعني هيدي المعلومات اللي احنا بنشوفها اليوم كثير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خبير ارقام، خبير طاقه، خبير ابراج، اليوم هيدا العلم. معك حق. هلا مع الاحترام لجميع الزملاء، انا بتابع، ما بكذب عليك اذا لك ما بتابع، بس انا بزعل على الناس لانه بتتاثر بهدول بس لاحقين الترند لتاخذني بهالكلمه. انا علمي مثبت، يعني انه قائم على علم اساسي. يعني انا لما بدي احلل خارطه فلكي لكل انسان ساعه اللي خلق فيه اليوم الشهر السنه ومع اسمه مع اسم امه بيطلع عندي رقم، لانه هو كمان الاسم مثلا على سبيل المثال 50%،
البرج كمان له وتيره معينه، برجه على اسم امه كمان له وتيره معينه. طيب انا مثل ما تفضلتي وحكيتي لما خبير اسماء، مع الاحترام للجميع انا ماني ما قلل من شان حدا لا سمح الله، طيب الاسم لحاله خبير اسم مثلا، طيب في شيء مكمل يعني انا المدرسه العلم وتخصصت فيه انا، هو كله قائم في حد ذاته يعني كلياته بيكمل بعضه يعني الابراج. طيب هذا الحرف له برج وله كوكب ويدار وين وشو الطبائع اللي احنا اللي بتترتب علينا مع رقم القدر اللي يستخرج من المواليد الشخص، مع برجه على اسم امه، مع خريطته الفلكية مثلا. انا مثلا حسب المثال انا برجي انا خلقاني بنيسة برجي الثور، بس طالعي انا الساعة اللي كانت صاعد الشمس فيها الى السماء كان برجي الدلو، طالع الدلو هون كمان طالع هو الاساس. انا لما باخذ طباعي مثلا فهون بدي اخذ مثلا القبر وين كان متوضع حسب المثال بالحوت مثلا، انا طالع هي برج القمر هي بوقت الولاده. ايوه يا قلبي تمام. انا بدك بدك الامهات يتذكروا كمان اليوم ايام هي انا عندي حسابات تانية انا في ناس مش اسم فعندي انا حسابات تانية بطلع من الاسم او بطلع من طوالع الاسم او من طوالع اسم امه تمام. فهون انا بعرف كيف امزج لانه انا خبيره. في ناس بتحكي جوزافا، انا كله على ارض الواقع بيحكي وكله على اللايف وعلى كذا، انه عندي شيء مثبت انا اشتغل عليه، مو انه والله انا مثلا خبيره. فهي الببغائيه اللي تاخذيني بهالكلمه انه كل واحد بيحفظ له كلمتين ثلاثه وبيطلع يحكي طيب طلع لي خريطه فلكيه اشتغل لشو؟ طيب هو علم عم يقول علم، طيب وينه العلم؟ اشرح لنا يا على اللايف. طيب فهم الناس، مع الاحترام للجميع انا الشهر هاي الشيء 10 يوم 15 يوم كرهت التليفون، مدري من وين سمعانين انه في زلزال مدمر، مع الاحترام للجميع انا بدرس حركه الكواكب الاقترانه احتراقه مثلا انه على سوريا برج الحمل شو هي مثلا انه صحيح يعني هلا هو علم مثل ما ذكرنا قائم بحد ذاته بيتبع لوفق دلالات ومؤشرات مثل ما عم تذكري، لكن خلينا نعرف نحن تاثير ربما هيدا هيدي الطاقه او هيدي الارقام على الشخص. هلا ممكن يقولوا لنا او ممكن كثير من الناس يسمعونا انه نحن من خلال هيدا العلم قادرين نتنبا شو ممكن يصير معنا لقدام او بالمستقبل، فخلينا نوضح هيدا الموضوع انه انما هو فقط لتبيان خريطه فلكيه معينه شو ممكن الاشياء اللي بتساعدنا وممكن الاشياء لا، لكن هو غير اكيد تنبؤ مستقبلي. هلا لك او أنا حتى ممكن لحياه او لشيء حدث طبيعي ممكن يحدث، يعني خلينا نحكي بهذا الموضوع ونوضحه اكثر. هلا انا مع الاحترام للجميع انا عندي تحفظ على كلمه تنبؤ، التنبؤ هي ما بيصير نحن نقول تنبؤ، تنبؤ شيء ان انت خلص حتمه بده يصير، اما توقعات لما نحن بنحكي توقعات شو هي توقعات مثلا برج الحمل او توقع بجوز تصير بجوز ما تصير، هاي مع الاحترام للجميع، في ناس عندهم لغط بهالامور يعني ما بيعرفوا شو معنى التنبؤ شو معنى التوقع. فهي لما بيتنبؤوا بس حتى خلص الفكره اللي قبلها انه بزلزال، طيب انت على اي اساس استندت انه طيب انا في شيء اسمه خارطه فلكي، في شيء انه نحن عندنا درجه كواكب، في عندها احتراق، في عندها اقتران، في عندها اقتراب، في عندها درجات معينه مسموحه هون. ايه ممكن انا بقول لك انا ممكن بقول لك انه نعم اذا بدنا نتابع بالفكره اللي بعدها انه انه التوقعات هي عم تطمنا انه ان شاء الله قريبا ما في زلزال، ما في باذن الله ما في يعني نحن الفكره اللي انا شو بخوف الكواكب كلها يعني تمام. حتى على المدى المنظور الطويل باذن رب العالمين وكله باذن الله بيصير، عرفتي كيف؟ لا لا نحن اذا بدنا نحكي بخارطه فلكيه لحياه الاشخاص يعني نحن ما بدنا نحكي بالتنبؤات لانه هي حدث طبيعي وكما قلنا هو بعلم الغيب والعلم عند الله. تفضل. طبعا الله يزيد فضلك يا رب. نحن بيساعد انه ولاده الطفل انه وقت الخلق الطفل اسمه مثلا، نحن كمان هون لا ننسى انه السبت مثلا مسؤول عنه زحل، زحل وني ودار بالدلو بالدلو الجدي، الاحد مسؤول عنه نجم الشمس وني ودار بالاسى، الاثنين القمر وني ودار بالسرطان، كمان هاي نحن ما لازم يعني انه بدنا ناخذها بعين الاعتبار انه اليوم اللي بيخلق فيه الطفل. فلما بيكون مثلا انه على سبيل المثال بدي اسمي انا اسم يتوافق مع اليوم الخلق في الطفل ويتوافق مع طالعه، مثلا انه مثلا هو خلق بشمس مثلا الاسد طالعه بدي طالعه، انا بيهمني الطالع لانه مثلا في نحن عندنا 8 مليار سكان العالم 700 مليون بيشتركوا ببرج واحد، مستحيل هالحكي كل واحد معقول يشترك نفس الصفات برج الثور او برج الحمل، لا كل واحد له تبع خاصه بساعد الخلق فيه، واللاعب العالمي بكهام يعني حتى هدول بيامنوا كثير بهالشغلات لانه هي حقيقه مثبته انه اختار لبنته اليوم اللي بدها تخلق فيه انه ايام تكون ايجابيه، حتى فيكم تعملوا سيرش على جوجل وتشوفوا
انه اختار لها يوم مناسب لإلها انه تكون سعيده مدى حياتها. هو ما في حدا سعيد مدى حياته، بس انه ما يكون في كواكب محترقه، ما يكون في اقتران، ما يكون في مثلا هبوط، ما يكون في تربيع وهكذا. هون صار يعني هون استاذتي الكريمه صرنا بعلم بحد ذاته، يعني احنا ممكن نشوف اشخاص كثير اسمه هو رائع بحروفه بهي، عدم توافقه مع الطالع او مع البرج ممكن يسبب له هيدي العكوسات. قدين احنا ممكن ياثر انه ما توافق هذا البرج؟ يعني انا الاسم كويس، في احرف معروفه كويسه، في اسماء معروفه انه هي دائما ممكن تحمل لها، اذا كان البرج ما له موافق قدين ممكن تتاثر سلبا بحياته؟ هون بيضطر الانسان يغير اسمه. بس انا ضد فكره انه الانسان يغير اسمه. اذا كان الانسان اسمه كويس، طاقاته ممتازة، برجه الظاهر وطالعه برجه على اسم أمه ورقم القدر ممتاز، الساعة اللي خلق فيها ممتازة، ايه ممتاز. إذا أي في شيء أي من هدول اللي ذكرتهم أنا في خلل أو في طاقات سلبية أو يمكن يتعب الطفل، في أطفال كتير بتخلق مرضاني بس الأهالي ما بيعرفوا شو السبب. يعني في أن نحن منقول ساعات طيبة وساعات نحسة، ساعات كويسة وساعات ما أنا كويسة. هاي أنا بتمنى هذا العلم ينتشر بمفهومه الصحيح. مثل ما اخذته انا بوجه تحيه لاساتذتي، مثل ما اعطوني اياه بالامانه لازم يوصل، مو انه انا بس والله حافظي كلمتين اجي احكيهم. هو مستند، عرفتي كيف؟ هو له دلالات وله مؤشرات وله دلائل وله. طيب هلا هو بيختلف مرجعيات. من سنه لسنه، معلش اسمحي لي، هلا انا من سنه لسنه بيقولوا بيختلف موقع الكواكب، بيختلف تاثير طبعاً. على هيدا الاسم وهيدا الهي. حضرتك بتستخدميه بحياتك الشخصيه؟ يعني عم بياثر عليك بحياتك الشخصيه انه ممكن انت هي السنه تكون بالنسبه لك غير السنه الماضيه؟ طبعا. او هالشهر او هاليوم انا ممكن استفاد منه؟ طبعا قولا واحدا لك. اكيد ان الانسان لما بيمر بعكوسات، انا وقت درست، انا كنت مثلكم ما كنت بعرف شيء، بس وقت درست العلم وحسبت لحالي، اول شيء حسبت لحالي عرفت انه ايمت بدي اوصل، وعرفت انا شو بدي اتخصص، وعرفت فيه انه بيحسب هو بيعطيك في برنامج بيعطيك لاي سنه بدك اياها، وممكن ينقذك من مشكله انت كنت هلا رح توقعي فيها. يعني هون كمان السؤال، انا ممكن برافو عليك، هي كثير سؤال انا بحترم، شكرا لك لانك سالتي. هو القضاء، القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى قولا واحدا، متفقين له. ولكن الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ الدعاء يرد البلاء والصدقه تدفع 70 بابا من السوء. هون انا لما بشوف عندي عكوسات فورا عسري، انا دائما انه هيك الله سبحانه وتعالى، انه في شيء بيفدي شيء، انه دائما انا بتصدق. فلما بتجي لا تصدقي اي شيء بده يصير له شيء، الله سبحانه وتعالى بيعطيه مؤشرات قبل، لانه يبي يبعث رسائل خفيه نحن نشوفها لحتى نعرف انه بده يصير شيء. بيبعث الرب العالمين رسائل خفيه انه بده يصير شيء، فانت وقت تصدقي او ادعيه هون بيكون الدعاء يرد الدعاء يرد البلاء، قول الله سبحانه وتعالى يعني ادعوني اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. نعم. إذا بنرجع شوي كمان للأسماء ونتحدث عن الأسماء القوية والأسماء اللي ممكن تكون بحالة ربما فيها تعب، ربما فيها بعض المعاكسات، يعني إذا بدنا نتحدث عن هيدا الموضوع، وأقوى الأحرف الأسماء. هلا ما في شيء انه اسماء قوي وما في اسماء ضعيفه، كثير بنسمع عن هذا الموضوع. انا هي كمان حابه اوضح هذه الفكره هلا مش وقت ما احكي، مثلا انه هذا اسم قوي بيساعد، اسم حلو خلص، ايوه اسم حلو، لانه مثلا عسب اللي بيسمع احترام لجميع الزملاء، والله اسمها ولا على وزن بلاء. طب يا اختي انت من عطاك القانون؟ يعني شو استندتي انت على وزن بلاء؟ انت شو هو المستند؟ انا مثلك غير الاوزان في ربط الاحرف مع بعض، انت شو استندتي عليه؟ او انت شو استندت لانه اولا وزن بلاء؟ انا بعرف كثير ناس اسمهم ولا ما شاء الله واصلين لعز ومال وجاه وسلطان، او حتى وصل الاحرف مع بعضهم بنفس الاسم اذا دل على هلا شيء. انا بقول لك ايمت، خلينا نحكي عن هذا الموضوع انه كيف بالضبط نحن فينا نوضحه. يعني مثلا هلا مثلا لفظ الجلالي الله، هي الله كل شيء ببلش بحرف الالف تعرف ممتاز قولا واحدا، بس اذا تكرر اللام لانه الله الله مشدد، يعني صار عندنا ثلاث لامات تكرر غير بكلمه الله، هو اللام ممتازه قوي جدا، بس اذا تكررت هون بتتعب الشخص، مثل ليلى عرفتي كيف؟ مثل ليلاس هون بتتعب الشخص فقط حرف اللام مثلا، انا ما هو اذا كان لحاله ممتاز مثل لارا ذهب ما شاء الله، اما اذا تكرر اي حرف يتكرر بالاسم مو اي حرف، مو اي حرف. بس انا بعطيكي مثال عن حرف اللام، النون اذا تكرر الله يزيد فضلك يا رب، ايه النون لانه بيتعب شوي، لانه رقمه 2 وبيتعب وبيجيب طاقات سلبيه، ممكن مسؤوليات ممكن يتعب، مو انه والله اجباري بده يتعب، لا
هون بيلعب كمان دور مثل ما قلت لك، اذا كان رقم القدر متفق مع الاسم مع برج الباطنه مع كذا للشخص او للبنت او للشاب ممتاز، هون ما بيأثر. بس ممكن اذا كمان كل ما كبر الاسم هون ممكن تتشتت طاقات الاسم. انا برايي كل ما صغر الاسم كل ما كان احسن، خصوصا اذا كان ثلاثه، عرفتي كيف؟ مثل الورد، مثل تيم، موجه له تحية الفنان العملاق تيم حسن، تيم. رغم انه اذا بدك تيجي تفندي كل حرف الميم حلقه مغلقه والتاء ما انا حلوه، بس هي اجتمعت مع بعض مع برجه، اكيد مع برجه على اسم امه ما شاء الله وصل اللي بده اياه، يعني وصل لصوره ما بعد صوره. تمام. يعني جمال. هون بنرجع بنأكد انه هي مجموعة عوامل مع بعض. طبعاً. يعني في حدا ألف حدا اسمه تيم اليوم، هو ما حصل على المكان اللي أيوة حصل عليها تيم يعني. أيوة. هلا مثلا مثل اسم محمد، مثل اسم احمد، مثل قديش في ناس بتشترك بهالاسماء في عالم بتحسيهم وصلوا لقمة وناس لساتهم يعني مكانك راوي. هون انا بس هيدي النقطة بتمنى من الجميع مع الاحترام لكل الناس انهم يفهموها، انه الاسم طاقة الاسم، انا في الانسان بيقوي طاقة اسمه بطاقة باسماء الله الحسنى، هاي متفقين له. مع اذا كان البرج، بس البرج افيك تغيره صح ولا لا؟ ولو برجك اسم امك افيك تغيره، بس الاسم فيك تغيره اسمك، ايه بس اسم امك افيك تغيره صح ولا لا؟ هون في بنعطي نحن بعض القواعد، بعض الانظمه، بعض انه الشخص يشتغل عليها، اذا ما ضبطت احتمال يعني اخر شيء انا بفكر اني انه اطلب من الشخص انه يغير اسمه. يغير اسمه. وهلا انا بشكر كل الناس اللي عندهم ثقه فيني، كثير بيتواصلوا معي بهالفتره اني اعطي اسماء، اسمي اسماء اولادهم، اعطي موعد للعمليه، يعني الحمد لله رب العالمين بلشت العالم شوي تقتنع. هلا اليوم بدات الناس شوي تبحث على هيدي الامور، ولكن يعني خلينا نحكي اليوم بالعموم، كونه اليوم في انتشار كبير لعلم الابراج، علم الارقام، علم الاسماء، صارت الناس كلها عم تلحق. فبيقول لك انا بسمي اسم ابني اسم بيطلع ذكي بلا ما يدرس بينجح. لا لا. طيب هيدا المعلومة صحيحة أو لا. أنا بدي سميه اسم اللي رح يكون المال رفيقه مدى الحياة. لا. هذا صحيح؟ شفتي إنه العالم كيف ببغائيين إنه بيشوفوا المعلومة وبينقادوا وراها. مثل لما إنه والله بتجيبي ورقة غار وكتبي أمنيتك عليا، شو ورقة الغار بدها تجيب لك مال مثلا؟ يعني هذا أنا برجع بأكد إنه الطالع هو المهم، طالع. اليوم الكوكب المسؤول عن الشخص اللي ولد في الطفل من هلا وطالع. انا بتمنى كل الناس تفهم المعلومه لانه بتفيدهم للمستقبل. اي كنت انا لا تاخذني بهالكلمه، كنت بسمي اولادي، كنت خلص سميتهم وحطيت اجر فوق اجر وخاصه. تمام. هلا مصاري بحر مثل ما ذكرتي، حديث ومنتشر بالاونه الاخيره، وذكرتي انه بعض المسميات ممكن او بعض الامور ممكن انه مثل ما ذكرتي ورقه غار او غيره او غير تفاصيل، بلكي يعني خلينا نقول نحن هي متعلقه بعلم الطاقه، مثل ما كتير يعني بندرجوا تحت هذا الموضوع انه طاقة هذه النبتة، طاقة هذه الوردة، طاقة هذا المكان. فخلينا نحكي ايضا عن ربما مصداقية هذا الموضوع، يعني الى اي حد ممكن نحن فعلا يأثر فينا كطاقة الاشياء. انا بقول لك ليش النبات الله سبحانه وتعالى ما سخر، انه بما معنى الآية انه سخر كل شيء لخدمة الانسان، كل شيء نبات اخضر هو المفيد للانسان، بس حرام انه هو نعمي. انا برايي هو نعمي مثل الملح، حرام ينشطفه مثل الخبز، ممنوع انك تحرقه لانه هي في طاقات انت اذا انتشرت بالبيت ما فيك انت تطلعيها. هي الفكره انه هلا نحن كيف بقى بصير عمليه هيدا الربط ما بين الاسم والرقم والحرف والطاقه، مثل ما ذكرت يعني هي بتفاصيل والاستشاره الصحيحه، يعني اكيد هو غلط بهذا الموضوع. ممكن انت تقري عن طالعك وعن برجك وعن اسمك من احد المواقع او من الاشخاص او من الخبراء، لكن بخبير اخر بيكون غير شيء. هلا هون بنوه على شغلي، انا حابه انوه على شغلي، الطالع هو المهم، البرج الشمسي والطالع وبرج القمر ياخذوا الثلاثه هاي اولا. ثانيا طاقه المكان هي بالدرجه الاولى، بدك تفتحي طاقه المكان اللي انت موجوده فيها، وهي احد مؤشرات يعني طاقات موجوده وحل. تمام. لكن انه هي احد مؤشرات العكوسات اللي بيعاني منها الانسان. شو اقوى الاحرف هلا للاسماء والاحرف؟ اقوى الاحرف الأحرف يعني هي كل أحرف، مثلا الشين بتحمل رقم 3، اللام بتحمل رقم 3، الجيم بتحمل رقم 3، صحيح هو آذار رقم 3، آذار رقم 3 بينجمع مع سنة 2024 رقم 8، 4 و2، 6 و2، 8، نرجع بنجمعه مع 3 بيعطينا 11 هو رقم المال، رقم العلاقات، رقم التطورات،
كل حدا بيحمل باسمه رقم 2 3 او رقم 2 هالشهر ممكن احتمال ان شاء الله تنفتح طاقاته، بس بشرط ينظف هاله جسمه، طاقه جسمه وطاقه المكان اللي بيكون موجود فيها، هاي بشرط. وهلا جاي الربيع بتحسي كل شيء انه هاي تجديد، تجديد تحسي حياتك دائما. هلا يعني هذا العلم هو علم قائم بحد ذاته بحاجه للخوض بكثير من التفاصيل، اكيد نحن ما بنقدر في بهيدي ولكن نحن حبينا هيك نضوي عليه، نضوي انه نحن اليه استخدام المعلومه الصحيحه من الشخص المختص بتضل افضل لحتى نحصل على نتائج جيده. شكرا كثير لوجودك معنا خبيره الطاقه والاسماء سوسن مالك دويري، نورتي صباحنا واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا حبيبه قلبي، شكرا لكم، شكرا على اللقاء الحلو والاستضافه الحلوه. بس خلوني اشكر بس هيك صديقات اثنين هذول، بحس كثير انه ياسمين ابراهيم وشروق حسن بوجه لكم تحيه. اكيد نحن متشكر وجودك وان شاء الله بلقاءات قادمه مستضيف حضرتك حبيبتي.